وينضم إلينا من محيط مدينة الموصل القديمة مراسل الأخبار الآن وسام اليوسف. وسام، مرحبا بك. ما هي آخر مستجدات عملية التطويق في المدينة القديمة؟ نعم، تستمر عملية التطويق أيضا لنهار هذا اليوم. القطاعات العراقية تحاول تطويق الموصل القديمة بالكامل. هي شارفت أو قاربت على إكمال عملية تطويق هذه المنطقة لغرض اقتحامها في مرحلة قادمة. هي الآن قطاعات العراقية الآن متواجدة، أصبحت شمال جامع النوري أو شمال مدينة الموصل القديمة. كما تلاحظون هناك أعمدة للدخان، هناك معارك في هذا المكان تحديدا. هي أصبحت تبتعد ما يقارب كيلو إلى كيلو ونصف عن الجسر الخامس، وبهذا مع قطع هذه المسافة ستكون قد أكملت طوقا كاملا على منطقة الموصل القديمة التي تظهر من خلفي. المعارك مستمرة في الجزء الشمالي من الموصل القديمة هذا النهار. هناك قبل قليل هناك مواجهات قريبة بين القوات العراقية وعناصر من داعش المتواجدين والمتحصنين في الشوارع القريبة في محيط الموصل القديمة. المواجهات قريبة جدا، بضع أمتار تفصل القطاعات العراقية عن عناصر داعش أو مقاتلي داعش المتحصنين في هذه الأماكن. القوات العراقية تحاول معالجتها بالأسلحة الخفيفة. دخلنا بمواجهات قريبة، كنا متواجدين من هذه المواجهات. نعم، بتحرير أو ب نعم. نعم وسام، الحديث اليوم هنا عن مظاهر الحياة والوضع الإنساني تحديدا، وحديث أيضا عن يعني ممارسات داعش في موضوع وضع الكثير من أبناء هذه المنطقة تحديدا على أعمدة النور أو ما شابه بعد قتلهم طبعا. نعم، هذه أعمال داعش مستمرة في هذا المجال. داعش مقاتلي داعش يحاولون منع الأهالي من الخروج من مناطق سيطرتهم. هو هذا التحدي حاليا الموجود بين القوات العراقية وعناصر داعش. القوات العراقية تحاول تأمين المعابر الآمنة لغرض إجلاء المدنيين من الموصل القديمة، وعناصر داعش مقاتلي داعش يحاولون منع المدنيين من الخروج. المدنيين يواجهون صعوبة كبيرة جدا في الخروج من هذه المناطق. داعش خلال الأيام الماضية قتل العديد من المدنيين، العشرات من المدنيين وبطرق مختلفة. نهار أمس كان هناك قتل لسبع مدنيين وتم تعليقهم على أعمدة في منطقة الموصل القديمة ليكونوا عبرة للمدنيين الآخرين، كما يقول مقاتلي داعش، لإخافة المدنيين من الخروج من هذه المنطقة، لأنه بخروج المدنيين من الموصل القديمة سوف يفقد داعش أهم مقوماته في هذه المنطقة، وهي المدنيين الذي يحاول أن يتحصن بهم. نعم، هناك أعمدة دخان وهناك ضربات فعلا. سنبقى على تواصل الموصل القديمة من الجهة سنبقى الشمالية. على تواصل هذا يعني أن القوات العراقية اقتربت. نعم نعم، سنبقى على تواصل معك في مستجدات الأمر في محيط مدينة الموصل القديمة. كان معنا مراسل الأخبار الآن وسام اليوسف، شكرا جزيلا لك.